نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربك المعبد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تعيش الارض ومن عليها وانت خير الوارثين اللهم نور قلبه بنور الإيمان اللهم نور قلبه بنور القرآن اللهم نور قلبه بنور الإسلام اللهم نور قلبه بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وافتح عليه فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلا وعلمه علما نافعا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحفظه من ظلمات الوهم وأقمه بنور الفهم وافتح عليه أبواب البلدين وزينه بالأخلاق الحسنة والحلم وعيده من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الأفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى البيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرحم الراحمين اللهم افتح علينا أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب الخير وأبواب الخيرة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب العافية برحمتك يا رحمن اللهم إنا نسألك سلامة
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سفرة الموت والنجاة من النار والعفوة إلى الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا سلامة يا الله في ديننا وسلامة يا الله في قومنا وسلامة يا الله في أمهاتنا وسلامة يا الله في آبائنا وسلامة يا الله في أزواجنا وسلامة يا الله في ذرياتنا وسلامة يا الله في أموالنا وسلامة يا الله في أقربنا وسلامة يا الله في أحوالنا برحمتك يا الله يا رحمن العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا اللهم ثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sorry.